افضل او حاطط الاولويه للعب عن الفلوس. تمام انا فاهم كده صح؟ تمام. اللعب هو الاهم. في ناس دايما لك يا عم انا برضو القرشينات حلوه والفلوس جميله بتخلينا برضو في الفلوس، واذا جه اللعب جه ما جاش ما جاش، تحسبها ازاي؟ والله كابتن بص حضرتك، هو اللعب بيجيب الفلوس، اللعب الفلوس ما بيجيب بتجيبش الفلوس. اللعب. يعني لو والله الواحد حلو فضل صح. يلعب، لو الواحد فضل يلعب ان شاء الله باذن الله هيجيله عروض احسن، هيجيله اماكن اكتر. انا طبعا حلمي ان انا احترف ان شاء الله باذن الله بره مصر، برضو فالاحتراف دوت مش هيجي غير عن طريق اللعب. فلو الواحد ان شاء الله باذن الله احترف هتيجي فلوس برضه. طيب خلينا ناخد الشرقيه، هي الاولى الشرقيه الرجاء الجونه مظبوط كده. تمام. كل تجربه كانت بتمثل لك ايه؟ اصعب تجربه، احلى تجربه، التجربه الاكثر استفاده. لا هم كلهم طبعا استفدت منهم. يعني خلي بالك الوجود برضو مع فرق دايما تحب تبقى بتصارع عشان بالظبط، البقاء. بتبقى موجود في المكان دوت، بيبقى الموضوع برضو مش سهل، بيبقى فيه ضغوطات. يعني ممكن الناس مثلا تبقى فاكره ان الضغوطات بتبقى على الفرق اللي هي دايما بتنافس على القمه بس، اهلي وزمالك عشان الجمهور والكلام ده. لا برضو الفرق ديت بيبقى دايما في ضغوطات. انت كل ماتش بتلعبه بتبقى لازم تاخد اهم حاجه تطلع بمكسب نقطه، علشان انت في فرق كتير مظبوط. بتنافس معاك. فبرضه لا الموضوع ما بيبقاش سهل، بيبقى فيه ضغوطات. فدي برضه كلها حاجات الواحد الحمد لله اتعلم منها على مدار السنين اللي فاتت كلها. يعني